حاليا راح نكمل شرحنا الجزء الثاني عن الاديت فولي. في حالة اني هسه عملت البوكس، الاحظ هنا راح هالمرة راح اخليه سايق من ديك المرة كنت بخليه واحد، هالمرة لا اكثر. زين، اذا جيت هنا على الاديت فولي زين وجيت على الفيرتكس، راح الاحظ انه تأثير الفيرتكس من احركها لهنا وهاي تأثيره هيج، اذا منحصر ما بين فيرتكس تو فيرتكس. نفس الحالة اذا جيت مثلا هنا على البوليجون راح القى شنو البوليجون هذا. اوكي، اني اذا حركت البوليجون ايش راح يصير؟ ايش راح يصير؟ اوكي، في حالة اريد اسلك اكثر من بوليجون اظل خازن الكنترول. اوكي، واصعد وانزل. اوكي، اذا سلكت هيج وهكذا رايت كليك رجع كما كان. زين، هسه اني راح احذف الايديت فوليو وارجع مرة اخرى ايديت فوليو، راح اجي وين على الفيرتكس، راح نجي نشوف ايش نحتاج اعازات بالفيرتكس. انا اذا اجي اسد هنا هاي البارامترز الصغار و سديتهم كلهم. اوكي، بس الاحظ على فقرة هي كلش مهمة. هسه انا شو مشغل؟ مشغل الفيرتكس، فايش راح القى هنا؟ حلقة edit vertex. في حالة شغلت ال age راح ألقى edit age. فإذا كل وحدة لها إعازات خاصة بها، بس أنا إذا جيت دست هاي edit vertex راح ألقى إعازات خاصة بي من بال vertex بال age خاصة بال age. زين، خلينا نجي نشوف الإعازات الخاصة بال vertex. مثلا إذا جيت سلكت هاي النقطة زين و أو أي نقطة، مثلا هاي النقطة دس الديليت انحذفت، كنترول زد ممكن هنا أنا ريموف، نفس الحالة ديليت او ريموف. اوكي، زين، بريك. بريك ايش راح تعمل؟ راح تحمل على فصل نقاط، راح تتحول الى ثلاث نقاط. هسه نشوف، انا دست هاي النقطة بريك، راح اصعدها راح القى اشوف هاي وحدة وهذه اثنين وهذه ثلاثة. اوكي، طبقه مرة الاخ على بوكس السيجمنت مالته مثلا واحد ونشوف شو راح يصير. ايديت فولي زين، قلنا رقم واحد اللي هو الفيرتكس، اجي وين على الايديت فيرتكس، راح شنو اسلك هاي النقطة اتأكد الوسخ ثلاثة، شوف هسه هاي نقطة حاليا نقطة واحدة، اذا حركتها باعوا نفسها، بس اذا جيت انطيتها شنو بريك راح تتحول الى ثلاث نقاط، هاي واحدة وهاي الثانية وهاي الثالثة. حاليا الاعازات اللي احتاجها اني ممكن مثلا اعاز ورق اللي هو نفسه اخذناه باللاين اللي هو راح يلحم، او تارجت وورلد اذا جيت مثلا هاي الويلد اخذناه احنا باللاين، خلونا نجربه، ممكن انه احنا نضيف القيمة ابلاي لازم اكثر ابلاي لازم هي القيمة تكثر، بس حاليا احنا فهمنا فكرة الويلد اللي هي انه نلحم بها. خل نجي نمسحها ونعيدها نشوف والله يعني اخر. انا افضل استخدام تارجت وورد مو الاول. عندي بالفيرتكس عندي شو اسمه الشامفر، شامفر شو راح تسوي هاي الشامفر؟ نشوف انا هسه هاي نقطة اذا جيت قلت لها شامفر ممكن اجي اشوف هنا ايش يصير. هاي الحالة اذا تصير بالشامفر اوكي اوبن يفتحها هاي الشامفر فا اكسترود، نشوف الاكسترود شو ممكن نسوي. نجي نسلك هنا مثلا نرجع كنترول زد، بس هاي النقطة اذا جيت قلت لها اكسترود نشوف شو راح يصير. اوكي، هذا الاكسترود.